هذا الأخ أحمد يقول: أرجو من الشيخ الله يحفظه أن يعلق على هذا الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، صح، نعمتان عظيمتان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مغبون فيهما كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس يضيع هاتين النعمتين وهاتين الفرصتين. الأولى الصحة، الصحة في البدن، لأن المريض والعاجز يعجز عن العمل، أما الصحيح في جسمه فإنه ينشط على العمل ويقوى عليه ويؤديه من غير مشقة. والنعمة الثانية الفراغ، فالمشغول في أمور دنياها والمشغول في الهموم أو المثبطات أو الشواغل الفكرية أو غير ذلك، فهذا ما يتمكن من العمل. أما إذا فرغ من الشواغل صارت عنده فرصة للعمل. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت فانصب، يعني اتعب في العمل الصالح. فيعتبر الفراغ نعمة وفرصة للمسلم. نعم.